أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم. من الأمراض الشائعة مرض القلب والشرايين، وهالمرض مسؤول عن اشتراكات عند المرضى المصابين فيه، وأيضا مسؤول عن حالات وفيات إذا لم يتم العلاج. لذلك ضرورة يكون في كشف مبكر وتوعية لتجنب الأضرار الناجمة عن هالمرض. وبالمناسبة بشرفني استضيف معنا بالستوديو اليوم أخصائي في أمراض القلب والشرايين بمستشفى رزق الجامعي وأيضا بمستشفى المشرق، وأيضا أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور ناجي أزي. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا. أهلا فيك ومتشكر استضافتك لألنا لألي يا أهلا وسهلا. نحن نتشكر حضورك معنا لنحكي عن هالموضوع. تنبلش هيك بشكل عام، ليش هالمرض يعتبر مشكلة؟ نحكي عن الصحة، مشكلة صحية. أي متى يعتبر مشكلة صحية؟ هلأ مرض الضغط، يعني الضغط الإنسان، يعني في نورم، في معدل طبيعي للضغط، هو بيأمن الجريان الدم بمختلف أعضاء الجسم. وشو هو هذا المرض؟ بس بده يكون الضغط تحت ال 14 على 9 كحد مرتفع، وفوق ال 9 9 5 9 6 كحد أدنى. هلا بين بين هالرقمين بتكون الحياة عم تتأمن بشكل طبيعي. هلا نحن موضوعنا عن الضغط المرتفع. نعم. اي هلا اذا كان الضغط فوق شو هو هالمرض؟ الضغط الانقباضي فوق ال 14 على 9 14، والضغط الانبساطي او الواطي فوق ال 9، ساعتها إلى نتائج حسب الإحصاءات، حسب الدراسات إلى نتائج إنه بعد كذا سنة في ريسك، في خطر مرتفع لحدوث نزيف بالدماغ أو جلطة دماغية. نعم. أو حدوث جلطة ذبحة قلبية، أو حدوث نشاف بالشرايين الجسم مثل شرايين الإجرين أو غير. بقى بالتالي كمان كسور الكليتين. ونعمل دراسات في دراسة فرامينغهام هارت ستادي، فرامينغهام أبرزت إنه بالفعل ريسك الذبحة القلبية بيزيد ضربة 3 في حال إذا في الضغط المرتفع، الكسور العضلة القلب ضربة 3، كمان النشاف بالشرايين الساقين ضربة 3، والأفيسي أو الجلطة الدماغية أو النشاف الهيدا ضربة 8. أوكي؟ عالي. بقى بهالحالة أكيد عالي، لكن بالتالي ضروري انه والضغط معروف عنه انه ما بيعمل عوارض الا لا يعمل كومبليكاسيون او اشتراكات. نعم. بالتالي ضروري انه يزين الضغط، يتم اذا ما قيس الضغط الواحد ما في يعرف اي الا وقت يكون سيتروتر، صار عنده ضعف بعضلة القلب. نعم. عمل عارض بالقلب، هذا الشيء. نعم. بيكون صار بقى مشان هيك ضروري انه ينقيس الضغط، لانه الضغط مثل ما قلنا، الضغط مثل ما الكل بيعرفه هو بسموه القاتل الصامت. نعم. ضغط اكيد. إيه؟ لانه ما بيعمل عوارض الا اللي يصير بهذا، مثل السكري، مثل الكوليسترول. بس موضوعنا نحن اليوم هو الضغط، وهيدا من الشق الصحي. اي متى هالمشكله الصحيه بتصير مشكله اجتماعيه بتاثر على المجتمع؟ هو بالواقع الضغط هو بحد ذاته مشكله اجتماعيه، وحسب الاورجانيزاسيون مونديال دو لا سانتي، منظمه الصحه العالميه. نعم. أنا هي عملت ستاتستيك وهذا، شافت انه كل سنه في عندنا 8 ملايين حاله وفاه. نعم. 8 ملايين حاله وفاه سنويا، رقم كثير كبير. 8 ملايين حاله وفاه، هذا رقم اكيد ناتج عن من وراء الضغط، الكونسيكونس تبع الضغط له علاقه بالضغط بشكل ناتج. نعم. ايه. اوكي. نعم. يعني مثل كانه في حرب عالميه فتنا. ايه. بي ايه. عم فوت، يعني عم في اثر على المجتمع. لا لا. سلبي رقم اكيد، وهيدا رجعناه. وبالتالي في 8 ملايين هيدا، ومشان هيك بشكل هالرقم الهيوج هيدا الكبير. نعم. بشكل ضرورة انه ينعمل تحرك بأساسه. هلا اي متى منقول انه ضغط مرتفع؟ بس هيك نشرح للمشاهدين لا يعرفوا انه نحن انا مثلا كمواطن. هلا بس بدي اقول لك شغله بالنسبه اللي عم تحكيني عن الهيلث، البابليك هيلث. نعم. نعم. الصحه الاجتماعيه. يعني بنحكي بس مثلا بلبنان
هلا بيختلف بين البلدين، بالبحر البلدين البحر المتوسط نعم لازم نعرف انه نسبه عند الام ادولت الرجال الناضج مرحله النضوج في عندنا تقريبا 14% من الرجال عندهم ضغط مرتفع، نعم بس هذا الرقم بليبيا فور اكزامبل في 43%، نعم يعني بيختلف حسب البلدين حسب العادات الاكل حسب الهيدا. اوكي هيدي ستاتستيك كلها جايه من الاورجانيزاسيون مونديال منظمه الصحه العالميه، منشان هيك انه لازم طلعت جايد لاينز منشان حد يخفف هالامور هالوضع هيدا. وبحال اي متى بنعتبر ضغط عالي، اي متى بنعتبر في مشكله، يعني ارقام تا يعرف مشاهدينا انه عم بقول لك انه اذا فوق ال 14 الضغط الانقباضي وفوق ال 9 الضغط الانبساطي، يعني الانقباضي يعني الضغط العالي يكون فوق ال 14 نعم. والضغط هذا فوق ال 9 بهالحاله في ساعتها في ضغط مرتفع ولازم ينعمل شيء. شو التدابير لازم تتاخذ بهالحاله؟ هلا كبدايه بتبلش ب المزور الجينوديتيك يعني رجيم الحميه والغذائيه الحميه الغذائيه يعني تخفيف الملح نعم شو اسمه القهوه المنبهات كل شيء الماكولات المحفوظه اللي فيها ملح الزيتون البذورات افتكي نعم اكيد المنبهات الشاي والقهوه هول لازم يخففون اذا هيدا. وفي شغله مهمه كثير هي الدخان اللي هو هيدا مشكله عندنا، هي كمان مشكله اجتماعيه بحد ذاتها خاصه انه عم بعمر صغير رجيل بالقهوه هيدي كلها هيدي مشكله كبيره، هيدي لازم تتخفف ولازم يتبع حميه لانه بيجي المريض اذا عنده اوبيزيتي اذا سمنه بده يخفف وزنه بده يرجع يوصل للبوا ايديال تبعه لوزنه المطلوب. وعدا عن وبعدين عدا عن هيك ممارسه الرياضه نعم. الا اذا كان الضغط كثير مرتفع نعم. يعني نحن اول نحن وقت نطلب هالدغري من المريض يعمل هالقصص المزور يعني بس الحميه والغذاء والرياضه بيكون الضغط بمستويات مقبوله يعني 14 15 بيكون تحت 16 نعم نعطي مجال للرجيم يشتغل للرجيم يشتغل ويعمل الرياضه وهيك. اذا في اوقات يمكن تعصيب بنقول له خفف تعصيب يمكن نعطي شيء للتعصيب ما بعرف شو اوكي هلا بس في حال ضغطه فوق ال 16 ما يعني. لازم يقعد ينطر المريض وهيك بيعمل لا لازم يتدخل دغري نعطي علاج بالادويه في عده انواع ادويه نعم بس عندي سؤال مهم يعني حضرتك مثل ما ذكرت انه رياضه مع الرجيم نعم بس اذا المريض بيتعذر عليه يعمل رياضه شو في يعمل يعني شو التدابير الوقائيه اللي لازم مشاهدينا يعرفوا فيها اذا ما بيقدروا يعملوا رياضه بس عم يتبعوا نظام غذائي صحي هلا ما بيقدر يعمل رياضه باي معنى اذا عنده مقعد يعني ولا مثلا او بحال ضغطه مرتفع شو التدابير الوقائيه الثانيه هلا اذا ضغطه مرتفع حسب قديش الارتفاع ما هي كمان حسب قديش الارتفاع اذا تحت ال 16 نعم بنعطي لحالنا بنعطيه فترة عادة شهر زمان نعم بيشتغل على حاله برجيم وهيك وبراقب ضغطه اوكي بس من دون كمان ما يدخل الوسواس على الخط لانه كمان اذا قلت له راقب خطك ضغطك وهيك بالاخر بصير ما بدنا يعني نخلق ستريس نقول له بتاخده بس مرتين بالنهار الصبح بس توعى من النوم عشية قبل ما تنام دائما بتأيده يعني ممنوع تاخده بغير وقت لضغطك تمشي بوقت معين بأيدهم على ورقة بيرجع بيراجع الحكيم هلا حسب ضغطه عادة بنرجع بنشوفه بعد جمعتين زمان بنشوف كيف الايفوليوشن تبع الموضوع نعم هلا عم بتحسن كان به بنرجع من هيدا إذا بقي عالي ساعتها يعني ماكسيموم مفروض بعد شهر زمان يتبلش دواء للضغط إذا بقي فوق ال 14 على 9 نعم بعد انترفنسيون افيكاس لأنه تعطيه كل هيدا مفروض بلش دواء للضغط في عدة أنواع حسب في ريكومنداسيون بحقهم إنه بخصوصا شو لازم يتبلش كل هالمتابعة على المريض إن كان بالأدوية أو بالنصائح إلى تكلفة هل الضمان بغطي هالتكلفة؟ تنطمن مشاهدينا يعرفوا كيف يتصرفوا هل الضمان بغطي؟ يعني هلا الضمان الاجتماعي بتعرفي نعم. بيلحقوا دائما هو المعيار ستاندارد تبع شو اسمه المؤسسات الضامنة الثانية هو بيغطي ان كان الفحوصات المطلوبه للضغط او ان كان شو اسمه الادويه كله مغطى يعني بيطمنوا انه في ادويه معترف عليها للضغط الدم مش الادويه اللي قيد الدراسه اكيد الادويه اللي مسوقه عاده الضمان بيكون مغطيه والفحوصات معروفه من فحوصات دم للزلال الكرياتينين
البوتاسيوم، اذا في كلهم انيميا بالدم، الفحوصات هولي العيدة، في ايكويات، ايكو للقلب، تخطيط نعم للشرايين الكلاوي، كلهم مغطيين. فحوصات للبول كمان، كلها هيدي بتدخل بالورك اب تبع الضغط. ايه بغطيهم كلها الضغط بيغطيها الضمان يعني بالنسب للي بيغطيها عادة. ما يخافوا المشاهدين يتابعوا مع حكيمهم وما ما يخافوا من ناحية التغطية، الضمان بغطي. لا أكيد. حضرتك حكيت عن الوقاية عن صعيد الفرد، كل فرد كيف بده يتوقع، بس إذا بدنا نحكي عن صعيد المجتمع كيف كمجتمعات بدها تتوقع، كيف ما هي أساليب الوقاية؟ هلا على صعيد المجتمع بتعرفي في توعيه بدها تصير، يعني بلبنان في شغل كتير بده يصير، في نقص. لا اوكي بيطلع مثل اليوم مثلا عم نحكي عن الضغط، بيطلعوا ندوات تلفزيونيه كتير مهمه، مهمة ايه، بس كمان لازم المؤسسات الصحيه مثل المستوصفات، المستشفيات، اوقات بيحطوا على التلفزيون، بمرقوا مناشير، بمرقوا نصايح، بيكونوا بالسال دتانت بالمستشفيات، لازم بالعيادات، نقرأ بالمستوصفات، ندوات تلفزيونيه، محاضرات بالمستشفى، محاضرات بالهيدا. يعني لازم الهدف تبعها انه هالمريض يعرف انه الضغط اذا ما فتشت عليه مش رح تلاقيه، يعني مش رح تشوف اذا في ضغط. يعني ما لازم نحن ننطر يصير معه ما بحس بشيء حكيم. بعدين في شغله مهمه كثير، شغله مهمه كثير، نعم دواء الضغط لازم يتابع، لازم نعم الحكيم بيعطي نصيحه يمشي المريض، مش انه حس حاله منيح، ارتاح لانه نحن بيجي لعنا يوقف. مرضى بيقولوا لنا يا دكتور بعد بيجي شو بعد 5 اشهر، بيكون اوقات بيجي بيكون عامل كومبليكاسيون معينه، بيقول لي انا حسيت حالي منيح وقفت دواء الضغط. اوكي نعم فكروا لا، ما لازم يتوقف دواء الضغط، لا يسمع نصيحه الجار او الجاره، لا يتوقف دواء الضغط، بده يتابع. اوكي واذا في اي شيء بده يرجع للحكيم، ما يرجع اوكي، لانه هي شغله كثير مهمه. اوكي هل هناك في جمعيات تعنى بهالموضوع لنشر التوعية وإحاطة المرضى تتساعدهم يفهموا وضعهم ويتعلموا كيف يطبقوا نصايح الحكيم؟ يطبقوا نصايح في يعني يعني على صعيد المجتمع الجمعيات. هلا مثل ما عم بقول لك انه اكثر شيء شو هن اللي بيمثل السلطه الصحيه اذا بدك، اكثر شيء عندك يعني وين هالمريض، وين عم بيكون اون كونتاكت ديركت، نعم صله مباشره، بالمستوصفات، بالمستشفى، محل ما بي هون لانه لازم اي هونيك يعملوا ندوات كمان توعية، لازم يعني عم بتصير مظبوط ندعيهم لكل المشاهدين بينعمل يبقوا يسألوا. حملات بالضياع، بالهيدا، حتى بالاوبيتال بينعمل حملات للضغط لضغط القلب وللتخطيط، وهيك بتاخد ضغط المريض، وهيك انه بتاخد لهيدا، انه لازم دايما يخلوا الناس تكون انه سنسيبل على الموضوع. اوكي وانه اذا كان الضغط عالي لازم دغري يشوف حكيم، بالافضل يكون حكيم اختصاصي بالضغط، لانه اوقات اطباء الصحه ما انهم ملمين بكل جوانب الادويه، بس اي دواء بيحاولوا مناسب وكيف ايه، بس انه ما بيمنع اذا انه في حكمه امراض داخليه عندهم خبره بالضغط، بس انه ما لازم يتاخر الحكيم اللي هيدا انه يحول عند حكيم مختص، ان كان حكيم قلب او حكيم اختصاصي بالكلى، لانه حكيم حكمه الكلاوي بالضغط كمان بيهتموا، بس انه هن حسب نقابه الاطباء نعم بيقولوا ان طبيب القلب والشرايين هو الاكثر شيء مخول انه يتابع مريض الضغط. بما انه جبنا سيرة الاطباء، شو توصيتك للاطباء يعني بالتعامل مع مرضاهم؟ كيف تعرف الجيل الجديد يمكن بسرعة عم بيشتغلوا، لازم شو توصيتك؟ لازم يعطوا وقت، لازم يشرحوا للمريض عن حالته ويقولوا له شو وضعه تيعرف يفهم وضعه ويتجاوب للعلاج. صحيح، لازم كل طبيب بيشوف مريض يعني للمرة الأولى، حتى لو كان بغير اختصاص، إذا فوق عمر معين، قول عم فوق عمر 30 سنة، أوكي، أو عم يشتكي من عوارض منا معروفة، لازم دايما فكرة إنه يخد له الضغط ما يكون بباله، أوكي، ينعمل فحص دم كمان، ضغط كمان، هلا بنحكي عن السكري كمان بتاخد، بس نحن موضوعنا بالضغط. المرضى كمان لازم إنه إلهم كمان دور؟ المرضى بالمستشفيات كمان نعم بيلعبوا دور، انه يكون عندهم ريفلكس انه مريض اذا بتساله انه عندك ضغط، انه ما ضروري يكون دخل على المستشفى، بس انه بهيدا لازم دائما السيني فيتول فايتال ساينز بمستوصف بمركز نعم العياده، لازم دغري يتاخد ضغط، حتى لو يمكن جايه من شان غير مشكله. نعم اوكي لانه
بنكون عم نخلص له حياته للمريض، هيدي شغله اساسيه. وبعدين اذا بين شيء ساعتها بتحول عند المختص، وفي فحوصات بتنعمل والعلاجات. ختاما دكتور ناجي، توصيتك لمشاهدينا كرمال قد ما فيهم ياخروا هالاصابه بهالمرض، او الشق الثاني اذا مصابين شو ينتبهوا اكثر شيء؟ شو ينتبهوا؟ يعني اول شيء منشان البريفنسيون بريمير، الوقايه، الوقايه مش العلاج. هلا بالنسبه لل بنقول له انه لازم اول شيء اكيد لازم الوزن، ضروري انه محافظة على وزن سليم. نعم. ثاني شيء انه هي ممارسة الرياضة، الابتعاد عن التدخين، هيدا مشكلة عندنا بالمجتمع. نعم. المنبهات، القهوة، الاكسار من القهوة والشاي، وهيدا اكيد هيدي ايه. وممارسة الرياضة، الرياضة مهمة كتير. نعم. للضغط، للوقاية، للوقاية من الضغط، ايه للوقاية، كمان حتى هلأ هيدا مهم كتير. وانه لازم كل فتره والتانيه يتابع، انه يتابع مع حكيم صحه، يا يعمل فحوصات دم، ياخذ ضغطه. اوكي. نعم. وهيك بيكون مأكد انه تطمن باله انه مش عم بيحضر شيء على المدى الطويل. هلا في حال المريض بين عنده ضغط، اكيد نعم. بده يمشي على الدواء اللي عطيه الحكيم، ما يوقفه لاي سبب من كان من دون ما يرجع لحكيمه. اوكي. نعم. حتى لو طبيب تاني طلب غير اختصاص قال له، اوكي، لازم يرجع لحكيمه دائما، هذا لانه دواء بيحب لايف سيفينج، بيحفظ الحياه. نعم. ولازم اكيد ينتبه، ما لازم اكيد لانه يا عم ناخذ دواء ضغط بدنا نوقف انه بندخن شو فيها، لا لا، لانه الاسباب الريزيستنت هايبرتنشن، الضغط اللي عنده ريزيست يعني على الادويه، لانه المريض بدنا نكتشف انه المريض يا انه عم بيضلوا يدخن او عم بياكل ريجيم فيه ملح كتير وبزورات وهيك، ضروري انه يمشي على التعليمات. اخذ الدواء ما بيغني عن الهيدا، ولازم يمشي. هلا الضغط عالي بيقول له الحكيم بلش تمشي ماشي عادي، بس لازم يعمل حركه. بعدين الوقت يصير مرحله ضغطه مرجلج، في يعمل اكثر من هيك، في يمشي، في يعمل سباحه، في كرمال يحافظ على، بس ضروري، لا ضروري السبور يصير هيدا، لانه بيأثر على الليونة تبع الشريين والإفكاسيتي تبع الأدوية تبع الضغط. إذا مريض ما بيعمل سبور، أي كمان مش بس إنه قصة الرجيم الأكل، ايه. كمان السبور تيكون عم بيعطي مفعول الدواء، مفعول سليم. صحيح. ومباشر. صحيح. وإذا ما اتبع هالنصايح المريض، في خطورة إنه تخف شوي شوي صحته، تتدهور، تخف إنتاجيته. هون كمان نحنا أكيد هيدا الشيء مهم كتير، إنه قصة عم نعالج الضغط. ما تنسوا إنه الضغط، وقت نحكي عن 2 ملايين بالسنة بالعالم كله سوا، الناس بيموتوا من أسباب الضغط ونتائج الضغط. نعم. هذا إيه، بس كمان في كلفة كبيرة على المجتمع من وراء الكونسيكونس. إذا مريض عمل جلطة دماغية وضله بالفرشة، عائلته راحت القدرة الإنتاجية تبعه. أوكي. مريض عمل ذبحه شرحه، ان كان ببيته الانتاجيه ما عادش يقدر يجيب انكم على بيته، كمان بالمكان العمل الموجود فيه، وعم بكلف الدوله والسلسه الضامن تكاليف زياده، عم بكلف الدوله. هلا اكيد مجبورين فيه، بس مجبورين انه يغطوه، بس انه اذا فينا نتفادى هالموضوع. نعم. هذا اول شيء صحه المريض بالدرجه الاولى، بس بالدرجه الثانيه الكلفه على المجتمع، الكوست اوف هيلث اكيد بتاثر بشكل ايجابي. منشان هيك لازم يكون السانتي بيبليك، الصحه الاجتماعيه او الصحه العامه، هيدي اللي عندها الاوبتيك اكيد تبع المريض، بس بتهتم كمان لنواحي لها علاقه بالمرض بالمجتمع وتاثيره على الانتاجيه وعلى الكوست اوف هيلث. هيدا والانترفنسيون لازم تصير بهالمجال، توعيه المريض على صحته لتفادي المشاكل، بل ايضا نتائج الايكونوميك للموضوع كمان لازم تتاخذ بعين الاعتبار. دكتور ناجي، اسمح لي اشكرك على هالحلقه الشيقه، وشكرا على الوقت اللي اعطيتنا اياه. اكيد بتمنى يكونوا المشاهدين استفادوا اكبر قدر ممكن من حضرتك، من توجيهاتك ونصايحك. وانا بتشكرك كمان على الاستضافه،
وهيدي اكيد حلقه واحد ما في يحسرها بهالوقت الصغير. ايه اكيد، بس نحن هدفنا نوصل مساج سريع وسليم اكيد لمشاهدينا كرمال اكيد قد ما فيهم يستفيدوا ويوصل المساج. بتشكر استفادتكم و اهلا وسهلا مشاهدينا، بشكركم على متابعتكم لحلقتنا اليوم مع دكتور ناجي أزي، اخصائي بامراض القلب والشرايين، على امل اللقاء بحلقه ثانيه مع مواضيع جديده.